السلام عليكم لبزاد، كيف حالكم؟ جيسبر كو راكم غايا. بون، هاد الفيديو غير صغيرة بغيت نديرها لكم. يوم الجمعة، أنا كل جمعة نهود المقبرة، نترحم على الموتى، الله يرحمهم ويرحم موتانا وموتى المسلمين. بصح اليوم شفت واحد اللقطة، على بالك والله على قعدت، سي لا بروميير فوا زعما نشوف في حياتي كيما هكا لقطة كيما هادي. تخيلوا نتوما في المقبرة لداخل، النساء ما بيناتهم مدابزين وشعري طرطق زعما، هذيك تاع واحدة قاد بها واحدة أخرى، مش شعر يقول لك واحد الخلوطة، والناس تسلك رجال، الناس تدعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لا قعدت شوكي على بالك داخل في المقبرة لداخل، بقى حاير والله، بقى حاير خير والله، خلعت على بالك والله، لا خلعت. الله يهدينا، هذا ما نقوله والله العظيم، كارثة والله، لا كارثة. لا انا غير نزيدو نشوف الشلق داخل، وما على باليش علاش كانوا مدابزين دوك النساء، ما الناس تدعي، الاخبار يدعو لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم لا، حقنا واحد الوقت ما ميت وما يريسبكتوش، ما فهمنا والو والله، ما فهمنا حاجه. المهم هذه يا خوتنا، دمتم في رعايه الله وحفظه، وجمعه مبارك. هذه ندخل نبدل لاتوني، نلبس العبايه راح نصلي الجمعه، جمعه مباركه للجميع. وغادي تاني بارطاجي معكم واحد لي دو فيديو، غادي نخلي التليفون في الدار، بعثت واحد جوج تاع لي فيديو تاني قطع هكا كرشقه تاع البلاد، دوك تشوفوا واحد يبيع كلشي عنده كاع الدواء هذاك اللي يبيعهم تاعك، صرا كيما تاع الوعده تاع الركابي تاع النيف تاع اللي ني فيه سي تاع اللي فيه لازم تاع كاع لي زوبسيون. هادي هي اللي راهم متوحشين البلاد، هادو لي فيديو تو سبيسيالمون الناس اللي متوحشين البلاد. هذه هي، السلام عليكم، دمتم في رعاية الله وحده، وفي فيديو واحد اخر، السلام عليكم.